ليا محطتنا الاجتماعية والنفسية لليوم رح نحكي فيها عن شخصية موجودة بيناتنا. هاي الشخصية ممكن نشوفها ببعض الأحيان بتسمح للناس اللي حواليها يتخذوا القرارات بالنيابة عنهم، حتى أهم القرارات الموجودة بحياتهم. تمام سمر، يعني هاي الشخصية اللي عم نحكي عنها هي ما بتتصرف شيء غير انه هي بتعتمد على غيرها من الاشخاص حتى باتخاذ القرارات، حتى بأبسط التفاصيل هي بتعتمد ان كان بالرأي ان كان بالتصرفات على الاخرين، حتى بالنجاحات بتعتمد على الاخرين، وبالفشل اكيد بتعلق هالفشل على الاخرين. رح نحكي اكثر عن هاي الشخصية مع الاخصائية النفسية مروة منذر. صباح الخير مروة. صباح الخير، اهلا وسهلا هلا فيك. هلا فيك، يسعد صباحك واهلا وسهلا صباحك فيكي. هلا. بالبداية خلينا نوصف الشخصية الاعتمادية. هلق بالبداية كل إنسان بيحتاج للمساعدة والاستشارة من بعض الأشخاص المقربين اللي أكثر خبرة ودراية بالموضوع اللي هو رح يستشير الشخص فيه، والأمر هذا دائما بيكون طبيعي، بس بالوقت يلي بيصير الاعتماد تام وبكافة المواضيع وبأبسط المواضيع بنكون هوني أمام مشكلة هي الشخصية الاعتمادية. فينا نعرف الشخصية الاعتمادية اللي هي الاعتماد النفسي الزائد على الآخرين وضعف الاحترام للذات، ودائما الشخصية الاعتمادية بتعاني من توترات كثير مبالغ فيها وقت تحس حالها هي وحيدة، وهي التوترات والنوبات القلق بيرافقها أعراض جسمية مثل تسرع ضربات القلب وضيق التنفس، وأحيانا توصل معا للإغماء. هلق لنوصف الشخص أنه اعتمادي، هلق كثير نحن بمر أنه أشخاص أنه هذا شخص اتكالي أو اعتمادي، تمام. بس ممكن يكون هو مو هيك. لنحكم على الشخص أنه اعتمادي لازم يتوفر مجموعة كبيرة من الصفات والأعراض اللي هي عدم القدرة على اتخاذ القرارات حتى البسيطة بشكل يومي، أنه لمجرد أنه هو بده يشرب كاسة المي لازم حدا يقول له أنت اشرب كاسة هاي المي لهو يقوم بهذا. لهالدرجة والله صعب. أي وبيعاني من خوف وقلق كثير مبالغ فيه انه يتم تركه لوحده بالبيت او بالشغل، انه لازم يكون دائما محاط بالاشخاص وبيحتاج لكمية كثير كبيرة من الدعم والتشجيع والنصائح، يعني على ابسط الامور. كمان فينا نعرف انه هذا الشخص اتكالي او اعتمادي بنلاقيه عم بيشجع الاشخاص انه ليتخذوا عنه اهم القرارات بحياته اللي مش لازم حدا يتدخل فيها. كثير اشخاص انه فرع الدراسي دائما الاهل نحن عنا بيتدخلوا بفرع الدراسي، اما هو صغير بيكونوا محددين بالضبط انت مثلا دكتور او مهندس صح. او حتى بنحدد له الدراسي والمهني والشغل اللي بده يشتغله، فدائما فهو هذا الشخص بيبقى مرتاح لهالموضوع ومبسوط وبيشجعهم على انه يتخذوا اهم القرارات لإله. نعم مروة، خلينا نحكي يمكن في كثير من التفاصيل نحن كلنا بنكون اعتماديين، ولكن ايمت بيكون هذا الشيء مرضي ويعني بيهدد كيان الشخص ونفسيته، وايمت بيكون هي مرحلة وبتمرق، او ممكن تكون فترة وبتمرق، او ممكن تكون انه نتيجة ضغوطات هلا هو هيك؟ صح بالضبط. هلا حكيت انه دائما نحن بنحتاج للمساعدة باتخاذ القرارات، وقت يصير هذا اعتماد مبالغ فيه وغير قادر على اتخاذ القرار البسيط هون بنكون امام مشكله، ولازم تكون هي المشكله طويله المدى، انه احيانا مثل ما تفضلتي انه الانسان بيعاني من ضغوط او يعني كركبي بداخله بحاجه انه لتوجيه وللنصح، لكن وقت ما هذا الموضوع بيكون طويل المدى على يعني جميع المراحل العمريه وجميع الايام بشكل دائم عنده هالاتكال، هون بنكون نحن امام مشكله اللي لازم. طب فينا نسقط هذا الشيء لوم على الاهل؟ اجباري اللوم الاساسي على الاهل، يعني يمكن من هو صغير الشخص دائما انه انت ما تعمل شيء انا بعمل، وقدك تعمل اسالني، وقت بدك تعمل ما تتصرف لحالك. هذا الشيء قد ايه كمان بياثر؟ هلق التربيه هي السبب الاساسي بالشخصيه الاعتماديه. هلق في اهل من باب انه الدلال زايد للطفل انه انا ما بدي اياه يتعب،
بدي دلله، بدي احقق له كل شيء، بيكون هو عم بيربي شخصيه اعتماديه وهو ما بيعرف بهالشيء. وقت ما بيوصل الطفل لمرحله المدرسه هون بتبلش المشكله، بتصير تظهر يعني بشكل مبالغ انه الانسه بالصف، بتلاقي هذا التلميذ غير مستجيب يعني غير لهي توجهه بالتعليمات ليقوم بالمهمه. ودائما الاهل بيحكوا مع المعلمه انه هو هيك ما بيعرف، انت ساعديه، يعني بيصيروا بدهم يكملوا بالمدرسه على هي الشخصيه، بدهم يعززوا فيه الاتكاليه والاعتماديه. اكيد إجباري. بس ضروري كل الشخصيات تكون شخصيه اعتماديه. مثلا نحن ببيتنا بعائلتنا ربينا كانه كلنا واحد، نحن ست بنات، اكيد بدي وجه تحيه لكل عائلتي. الله يخليك. الله يخليهم. فنحن ست بنات، يعني ربينا وكبرنا ونحن كلياتنا قراراتنا مشتركة، يعني من أبسط الأمور لأهم قرارات حياتنا كلياتنا واحد، يعني دائما بنتناقش بكل أمور حياتنا، ودائما القرار ما بيكون مثلا مني أنا وكل إخواتي وبابا وماما، قرار مشترك. فهي الشخصية عن قناعة. أيوة أكيد عن قناعة. وكنا واحد يعني نحن بعائلتنا، فهي الشخصية تعتبر اعتمادية. لا هي أكيد شو ما بتعتبر اعتمادية يعني. هي الشخصية التشاركية بعيدة تماما عن الشخصية الاعتمادية. هلق أنت إذا بدك تجي الصبح مثلا تستشيري أختك إنه حلوين هيك الأواعي علي أو لا، شعراتي هيك عجبينك ولا لا، هي تشاركية مو أكثر. يعني بهمك الرأي الآخر، أما أنت بترجعي لقرارك أنه شاور مية ورجع لرأيك على هالمبدأ. أما الشخص الاعتمادي على سبيل المثال هو ورفيقه مثلا بيدرسوا فرع، أنه شو رفيقه حابب يدرس هو بيروح مع صديقه خلص، بغض النظر هو عنده القدرة لدراسة هالفرع، عنده الرغبة يدرس هذا المجال أو لا، بس أنه لا هو أنه هذا سجل هذا الفرع معناته أنا لازم سجل معه. تمام. لا يعني ما بيقرر القرار من داخله، هو شو ما بيملي عليه بنفذ بس مو أكثر. تمام. تمام. يعني من شوي حكينا أنه أحيانا الشخصية الاتكالية أو الاعتمادية هي ممكن تكون مشكلة نفسية وممكن تكون هي مشكلة مؤقتة شخصية. أو مشكلة مؤقتة. هاي الاضطرابات نحن كيف فينا نتعامل معها؟ مو بتعامل عادي ولكن بتعامل علاجي، خاصة بالمحيطين يعني والأهل. بالتأكيد. هلق العلاج الاتكالي هو علاج نفسي بالدرجة الأولى، بيهدف العلاج النفسي له لجعل الشخص أكثر فاعلية ونشاط وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات. كيف؟ بنحاول نعزز ثقته بنفسه بالتشجيع والتحفيز، نعطيه مهام بسيطة من هو صغير يعني من سنة وفوق، فينا نحن نطلب من الطفل حسب قدرته هو شو بيقدر يعمل مهام، نطلب منه يقوم بهاي المهمة ونشجعه ونكافئه عليها. فنحن نعمل على تعزيز الثقة بالنفس ونخليه انه انسان يعتمد على نفسه بالدرجة الاولى. والشخصية الاتكالية فينا نحن نعلمها طرق جديدة لبناء علاقات صحيحة مع الاخرين. تمام. أكيد. هلا خلينا نحكي الشخصية الاعتمادية دائما بتيجي لعند الشخص الآخر بقصة العواطف وقصة تأنيب الضمير. بالضبط. يعني دائما بحط الشخص الثاني يعني بخيارين، إما حترد علي وتعمل اللي بدك إياه أو أنا بدي خليك تعيش بدي خليك تعيش أنت بتأنيب الضمير وبالزعل. خلينا نحكي نصيحة أخيرة، كيف ممكن المحيطين يعني هن أشخاص ما بنقدر نتخلى عنهم بحياتنا، خلينا نحكي شو هي النصيحة لنقدر نتعامل معهم بالشكل صح ونخليهم يعتمدوا على نفسهم ويمنع شعور تأنيب الضمير من حياتنا؟ هلق الشخصية الاعتمادية عندها قدرة كبيرة على الابتزاز العاطفي، بتستخدم كلمات وجمل بتخلي الإنسان اللي قباله يحقق له الطلبات اللي رح يقوم فيها. لهيك دائما عند التعامل مع الشخصية الاعتمادية لازم نبتعد عن العاطفي بالمرتبة الأولى وما نستخدم العاطفي نهائيا معه. تمام. ونرفض القرارات ونرفض المساعدة. وقت ما نكرر رفض تقديم المساعدة للأشخاص الاتكالية بنشجعهم على يعتمدوا على نفسهم بالمواقف اللي رح تجي بعدين. التحفيز مثل ما حكينا انه اذا لقينا عم بيقوم بمهمة بدون ما حدا يطلب منه يقوم بهاي المهمة حتى لو ما طبقها بالشكل المناسب او يعني على اكمل وجه، نحن
نقدم له تحفيز تشجيع سواء المادي او المعنوي، ممكن كلمه انه برافو احسنت كثير ممتاز انا اليوم مبسوطه منك، ممكن هاي الكلمات كثير تشجعه انه يعني يصير هو يقوم بالمهام بدون ما حدا يمليها يعني عليه. نحاول نكسبه الخبرات والمهارات لينجح هو بحياته، بالتأكيد. مو نحن نسبب له النجاح، هو يكون شخص صح. ناجح خلي النجاح ينبع من داخله، مو نحن خليه ينجح. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمة، بنشوفك يعطيكم العافية. شكرا.